السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على صفحة إبراهيم للعقارات. اليوم كاين الجديد مدينة مكناس، اليوم كاين الجديد هذه المرة من حي كاميليا قرب الحمام ديال كاميليا، شارع كبير مساحة كبيرة. اليوم كنجيب لكم شقة كتميز بصالون سيجور وثلاثة ديال الغرف، ثلاثة ديال الغرف ديال النوم، في إقامة راقية، إقامة جات قرب جميع المرافق العمومية اللي كيحتاجوها جميع الناس. واللي كيميز هذه الإقامة هو أنه عندها من غير الدروج كاين أيضا لاسانسور، كاينين مصعد من نوع الممتاز، وأيضا عندها مرآب مشترك لوضع السيارة. هذا المقاول هذا جاب الجديد هذه المرة. هذا المقاول كيدير تسهيلات في الأداء مع الزبناء ديالو، كيدير تسهيلات في الأداء مع الزبناء ديالو. دونك اللي بقات له 5 6 حتى 10 مليون كيمكن له يتعامل معاه ويمكن له يصبر معاه حتى يسددها على شكل أقساط بدون ربا بدون ربح. هاد الشقة اللي كتلاحظ اليوم جات بمساحة ديال أكثر من 100 متر. وكنبدا معكم من المدخل، مباشرة من المدخل كنلقاو الصالون. الصالون جاب مساحة كبيرة كما كتلاحظوا. كنصور في غروب الشمس باش نوريكم واحد المنظر جميل ديال هاد الشقة. كتلاحظوا أنها كتطل وعندها مكان ديال غروب الشمس أنفاس. مساحة ديال الصالون مساحة كبيرة، شفت تبارك الله. خصك غير تفكر كيفاش دير تفرج هذا الصالون هذا، واش دير صالون تقليدي صالون عصري أو لا تمزج بيناتهم. أنا كنقول من الأحسن هنا يجي صالون بلدي مغربي تقليدي بالزربية وبالطلامط مغربية وبألوان ديال الوطن المغرب. وهنايا شي يقول لي سان عام سيدي لي كانابي بيان دي سيجور، الكانابي ديالو ولا بلي فوتوي واحد الكليسة. دونك كتجمع ما بين التقليدي وما بين العصري في مكان واحد. زيد على ذلك دونك صالون سيجور نشدو اليمين. دونك على اليمين كنلقاو تبارك الله غرفة النوم بالبالكون ديالها. هاد غرفة النوم فيها بالكون وفيها أيضا نافذة بريدو إلكتريك. صباغة قيس هالكلام، أبواب خشبية لاتر من النوع الممتاز. وكما كتلاحظوا القبس اللي كتلاحظوا هنايا حتى هو خفيف ظريف، وايضا كيتميز بلي سبوت كما كتلاحظوا معايا. شوفوا تبارك الله مباشرة بجانب البيت أو الغرفة كنلقاو كوزينة. كوزينة ما شاء الله وتبارك الله جات بمساحة كبيرة، زليج من الأرض حتى السقف، وأيضا ديكوراسيون ديال القبس. لي بلاكار بالإم دي إف، الرخام من نوع ديال الجرانيت الأحمر الممتاز. و كما قلنا ديما كاينه هدية من عند مقاول اللي هي فرن ديال الغاز بلاهوت. اللي كيميز هاد
كوزينه هو انها عندها بالكون. كما كتلاحظوا كاين البالكون، كاين مكان ديال وضع السخان ديال الغاز، وايضا اله التصبيغ. شوفوا المساحه تبارك الله، شوفوا الكوزينه. كما كنعرفوا حنايا ان الكوزينه مهمه جدا بالنسبه لاي واحد بغى يشري. كوزينه كتميز بجميع المواصفات اللي كيحتاجها الزبون، يعني مساحه كبيره، ام دي اف، الجرانيت، الزليج، القبس لي سبوت، دونك كاع ما كتمنى وكاع ما تشها غادي تلقاه تبارك الله في هاد الكوزينه. مباشره من الكوزينه كنلقاو الحمام المشترك. الحمام المشترك كيتميز لافابو، تواليت، وايضا رشاش للاستحمام. لاحظوا كامل بالزليج. الأرضية كما سبقت وقلت كاملة كومباكتو. شوفوا معايا الجمالية. مباشرة من الحمام المشترك كنلقى غرفة النوم الثانية. غرفة النوم الثانية تاهي بمساحة كبيرة، وكتميز بنافذة مطلة على الشارع، ما عندكش اللي غادي يشوف فيك. ايضا فينيسيون هربانه، ابداع، لمسه ديال الحريفيه كتلقاها في هاد الشقه هادي، خصوصا في هاد غرفه النوم. شوفوا معايا الخشب، خشب كامل، الزواقه اللي كاينه في الباب ديال الغرفه كنلقاوها ايضا في الباب ديال البلاكار او لا المرينه، مما يعطي واحد منظر جميل لهاد الغرفة. هذه الغرفة الثانية مازال ما ساليناش، كاينين ثلاثة ديال الغرف. هذه الغرفة الثالثة، غرفة ديال الأطفال، حتى هي أيضا عندها ريدو إلكتريك وبمساحة متوسطة كما كتلاحظوا معايا، ماشي كبيرة وماشي صغيرة، عندها باب خاص بها، وعندها أيضا نافذة مطلة على الشارع. هاد الشقة هذه اللي كتلاحظوا دابا الثمن ديالها ماشي 50 مليون، ماشي 52 مليون، الثمن ديالها فقط، وهذا عرض خاص جبنا لكم، 48 مليون. هادشي كامل تبارك الله ب 48 مليون. والاكثر من هذا ان هذا المقاول مستعد على انه يعطيك تسهيلات، حتى الا ما كاملكش الفلوس ديال هذا لابارتومون يقدر يمنحك واحد المده زمنيه تقريبا ما بين 5 مليون حتى 10 مليون، في مده سنه يقدر ينتظر تسددها على خاطرك. دونك اللي كيميز هذا هو التعامل اللي ما يديروش معك اي واحد، التعامل اللي فاش كنلقاو هذا السيد هذا ولا هذا المقاول كيساعد الناس على انها تخرج من البيت ديال الكرا، انها تستقر، تستقر نفسيا ماديا اقتصاديا، وانها تعيش الحياه ديالها كما بغات في سكن يليق بالعيش الكريم. لاحظوا معايا الجماليه. شوفوا تبارك الله. وكل اللي عجبتو هاد الشقه هذه يتواصل معنا على الرقم الظاهر في الفيديو، وغادي نديرو معاه زياره لعين المكان باش يشوف هاد الشيء هذا ويشوف الحقيقه بعينيه. حقيقه ماشي الزواق وماشي الفلتر، كاينه غير الحقيقه عندنا هنايا. وكنجيب لكم ديما الهمزات، الهوته اولا الهمزه ديما حنا موليها. شكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.